كنت اول حاجه يعني طبعا نفسي ده انا اعرفها طب هو حجم استثماراته في مصر قد ايه وامتى بدا رحله الاستثمار في مصر أقمت أول مصنع في مصر عام 2010 واستثمرت إنذاك 65 مليون دولار وبعد ذلك كنا نزيد استثمارنا كل سنتين والآن يتجاوز استثمارنا في مصر 200 مليون دولار وكانت تجربتي رائعة جداً آه طبعا كمان حبيت ان انا اعرف يعني هو ايه الفرق عنده آه او ايه المختلف اللي شافه في مصر من اول 2010 لما بدا استثماراته ل 2023 أنا ذهبت إلى مصر في عام 2010 إن ذاك لم تكن البنية التحتية أمثال الشوارع والطرق متطورة وكان السفر من القاهرة إلى السادس من أكتوبر يستغرق وقتا طويلا ولكن الآن تطورت البنية التحتية إلى درجة كبيرة حيث توجد في مصر في الوقت الحاضر طرق سريعة وواسعة والسفر من القاهرة إلى السادس من أكتوبر لا يستغرق وقتا طويلا سابقا كان المطار في مدينة القاهرة فقط ولكن الآن يوجد المطار في

فان الله سبحانه وتعالى وهب مصر موقعا جغرافيا رائعا جدا فهو يرتبط ارتباطا جيدا مع افريقيا والشرق الاوسط واوروبا اي ان مصر تتمتع بموقع مركزي جغرافيا وفيما يتعلق بعملنا فاننا نعمل في عشره بلدان ومصر واحده منها ان بيئه العمل في مصر جيده جدا لذلك اقمت مصنعا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا والان نعتزم على اقامه مصنع خامس باستثمارات تصل الى 70 مليون دولار لتصنيع مواد خام لبوليستر فيل وسيكون هذا المصنع جاهزا بحلول شهر نوفمبر من السنه المقبله So so وعلاوه على ذلك <applause> نحن ننوي اقامه مصنع جديد للنفايات الزجاجات البلاستيكيه <applause> في شهر ديسمبر هذا العام ولو لم تكن بيئه العمل ملائمه ومشجعه لم اقم باستثمارات في مصر طب هل رجل الاعمال الهندي قابلته اي معوقات او تحديات في الاستثمار وخصوصا انه يعني العالم بيعاني من ازمات اقتصاديه زي ازمه توافر العمله الاجنبيه وفيما يتعلق بعوائق العمل او التحديات فان كافه دول العالم تعاني من قله العمله الاجنبيه وبهذا الصدد ارجو من الحكومه المصريه ان تقدم الحوافز للتصدير وذلك لمعالجه قله توافر الدولارات ونحن نعمل كسفراء مصر بصوره غير مباشره وكما أنا ذكرت أن موقع مصر الجغرافي رائع جدا لذلك اخترنا مصر لإقامة مصنع مواد التغليف التي يحتاجها كل دول العالم مع أن لنا مصنع في كل من بولندا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والشرق الأوسط كلامه يعني هو فعلا بيؤكد ان مصر هي بوابه التصدير لافريقيا وللعالم كله وانه الصناعه في مصر بجد ممكن انها وفعلا تصدر منتجاتها لكل دول العالم. طيب في سؤال مهم كمان هل بقى كل المنتجات اللي بيصنعها في مصر بتصدر للخارج ولا بيتوفر جزء منها بس हम बिजनेस को तो बिजनस नजर देखते हैं बिजनेस को हम बिजनेस नज़र देखते हैं वी, वी सी बिजनेस इज आइज ऑफ बिजनेस ओनली है ना तो ये यू नो पढ़ जो है نحن نصنع في مصر مواد التعبئة والتغليف المرنة لتغليف المواد الغذائية التي يمكن إنتاجها في مصر فإذا تساعد الحكومة المصرية صناعة تصنيع مواد التغليف فيستفيد منها المزارع المصري بصورة مباشرة فأن صناعتي تساعد المزارعين المصريين وبعد إقامتي لهذا المصنع، لقد تطورت الصناعات التحويلية في مصر بشكل كبير، ونتيجة لذلك ازدهرت سوق تصنيع السلع تامة الصنع من قبل المصنعين المحليين. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي أنا عايزة أعرفها هو يعني هل المصانع دي بتعتمد على العمالة الأجنبية ولا العمالة المصرية بشكل أكبر؟ وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل فاننا نوفر <applause> فرص العمل لحوالي الف شخص بشكل مباشر ولحوالي الفين شخص بشكل غير مباشر <applause> في مصانعي لا يتجاوز عدد الأجانب من اثنين إلى خمسة بالمئة والبقية كلهم من مصر فقط نحن نساعد المصريين نحن نساعد المصريين في التوظيف